أما الثورة نجحت والشعب انتصر، استنت حق أخويا ودمه اللي اتهدر. ولما مسكت البلد قضاء وقدر، حق أهلي خلاص اكتسر. لما الثورة نجحت الشعب انتصر، استنت حق أخويا ودمه اللي اتهدر. لما مسكت البلد قضاء وقدر، حق أهلي خلاص اكتسر. قفلت القنوات عكيت في الخطابات، حصنت القرارات اديت لقتل براءات. جنودك مات وراك الحرية والتعليم. مصر مش إخوان، دي تاريخ قديم. بلدي هتفضل بلدي، انتوا مش فاهمين، دي عارفة مين الظالم ومين المظلومين. فين الثورة والتعليم؟ مصر مش إخوان، دي تاريخ قديم. بلدي هتفضل بلدي، انتوا مش فاهمين، عارفة مين الظالم ومين المظلومين. قفلت القنوات عكيت في الخطابات، حصنت القرارات اديت لقتل براءات. جنودك مات وراك ولكنني أكدت أيضا أنني إذا اضطررت سأفعل، وها أنا أفعل. مش بقى فاهم حاجة، وإنت كمان مش فاهم حاجة، وإنت برضو مش فاهم حاجة. أنا عايز إجابة. قفلت القنوات عكيت في الخطابات، حصنت القرارات اديت لقتل براءات. جنودك مات وراك قفلت القنوات عكيت في الخطابات، حصنت القرارات اديت لقتل براءات. جنودك مات وراك.